فلما كتبت لحظه بان واش كانت استشاره قانون ديالي للعقد، كنقول للعقد بان كما قال السيرفر العقد الشريعي عند العاقلين، لان العقد كيربط بين الطرفين. هذاك العقد واش حنا خاطئين فيه ولا ما خاطئينش فيه، هنا هي كانت استشاره قانونيه. اذا كان عندنا حنايا اننا كلا كاتبين العباره هذاك الشيء سوء، اذا كان كنا كنا غاطين هذاك الشيء سوء. دونك هذا هو اللي كان اثناء المكتب اننا كنا غادي نديروا واحد اللجنه من اجل يعني تشوف هذه المسائل على اساس انها جبنا المعطيات وندرسوها، وبناء على المعطيات غادي عاد نقرروا واش يعني هذا المحل كيوكل المعطيات يعني اللي جاتنا دابا مؤخرا وتوصلنا لها سي الرئيس من خلال التفحص ديالنا بان كاين شي حوايج اللي ما فهمناهمش لحد الان. انا نعطي مثال، كان نروح للعقد نتاع الاصل التجاري اللي كيضم القهوه. العقد التجاري ما فيه لا نساء لا موقع لا والو، عقد تجاري بواحد الموطو كدا ما محيدش المساحه الاجماليه، هذه اول حاجه. العقد نتاع لاجونس نتاع الفويس لا ميم شوز، مي عقد واحد اللوكاسيون نتاع واحد المقر فيه جا المساحه ديالو ما يمكنش، وحنا العقد اللي عندنا كيضم المساحه الكامله خمس ما عرفتش شحال فيها المساحه. دونك والعقد اللي جا بينا تاع الكلاب ما بين الجامعه والسيد مساعد في الدور ديالو شنو كيقول؟ المساحه المكونه المساحه ديال العقد والمكونه من عماره وفيها اشكال تضم كاع عماره. دونك حنا بالنسبه لنا كجامعه عندنا لي ديتاي تاع لي ديتاي بهذيك المساحه هذه من ناحيه. اذا مشينا شهاده الملكيه السيد الرئيس وهذا على حسب العلم المتواضع، إذا قلنا أن السيد شاري لنا أنه شاري السيد فون كوميرس، دونك شهادة الملكية اللي صدرت في 24/6/2020 خص تضمن بأنه السيد هذيك شهادة الملكية كاين محيدة للفون كوميرس. شهادة الملكية اللي جاية قبل موقع الجماعة مع الاتفاقية نتاع كيلا ما نقولهاش بأن المسمى أرض الوفي ديال الرسم العقاري عدد 3/2/36 كاين ديال وجدان مساحة 5 أعمار و 14 سنتيمتر، دونك راه باقي كيهضر على المساحه الاجماليه، ما محيدش فيها هذا اللي تكرا ولا تحيد فوق كوبس، نورمالمون سي تكون كاينه، هذه من ناحيه. دونك انا بالنسبه لي سيدي الرئيس كاين من خلال المتاح اللي طلع لي هذا ياك، كاين مازال كاين دوس هذه المساله تاعنا. دونك انا بالنسبه لي وكنا في المكتب باش ما نبقاش نضحك، كنا في المكتب قررنا بان غادي نحدثوا ثلاثه تاع النقاط باش نستهلوا نورج المواطن حتى تعليقات قلنا في احدى الوجه باش من اجل التيم. دونك انا كنشوف بان ثلاث نقط مهمين، هذه القضيه تاع الميكروشوا نشوفوا كيف نديروا نفهموها، وقلنا بان ونقطه اخرى اللي اثرت انتباه السيد الرئيس وانا حطيتها في اللجنه اللي كنا في اللجنه تاع المرافق العموميه ان مده الكراء تاع عقد في 3 سنين وغادي تنتهي في شتان 2023. حنا دابا غادي عاد نكري غادي نكريو واحد المحل صغير. هاد عقد الكلى تاع اللي غادي يكمل في 2023 واش حنا ضامنين ان هاد السيد غادي يزيد معانا؟ واخا حنا عندنا الرغبه نزيدو معاه، واش هو ضامنين غادي يزيد معانا؟ دونك الا ما زادش معانا ومشينا كلينا هاد المده تاع 10 شهور دونك غادي يبقى لنا واحد الحانوت ما واش غادي نديرو فيه؟ ما غادي نديرو فيه والو، غادي يبقى الحانوت تما ما الناس ما محتاجه حتى حاجه. اذا السيد الرئيس انا خلال هاد المعطيات اللي درسناها دابا وانا كنتمنى يعني الملاحظه تاع ايكون هذا هو تقريبا كانوا تحطوا لنا في المكتب وكانوا لنا في المكتب ما نوصلوش هذه المستوى سي الرئيس تما تحسموا فيها بان واش تدخل في الجدول العام ولا ما تدخلش في الجدول العام. كانت وصلت له حتى لاخر لحظه الاخر وكان يوليو كان مكتب ما درناش خدمه. وشكرا سي الرئيس. شكرا.